السلام عليكم طلابنا الأعزاء، موضوعنا لهذا اليوم هو التاء الطويلة والتاء المربوطة، موضوع إملائي وإن شاء الله سهل جدا. هذا الموضوع طلاب محسوب من ضمن القواعد الإملائية لكتابة التاء الطويلة أو المبسوطة تسمى والتاء المربوطة. التاء الطويلة، خلي أقرأ لكم التعريف في البداية وراح نشرحها. هي تاء تقع في آخر الكلمة، انتبهوا طلاب، تقع في آخر الكلمة وتلفظ تاء واضحة. انتبهوا لي على هذه العبارة، تلفظ تاء واضحة. متى؟ في جميع الأحوال. شنو يعني في جميع الأحوال؟ هي تاء طويلة أو تاء مبسوطة. مبسوطة مو يعني فرحانة. تلفظ تاء واضحة في جميع الأحوال. شنو يعني في جميع الأحوال؟ ناخذ مثال. عندنا الممرضات، هذه هي التاء الطويلة أو ما تسمى بالتاء المبسوطة. هذه التاء شلون أميزها عن التاء الأخرى اللي هي المربوطة؟ هسه خلي اللي نطبق التعريف على هذا المثال ونشوف شنو المقصود. تاء تقع في آخر الكلمة، هاي آخر الكلمة ممرضات، وتلفظ تاء واضحة في جميع الأحوال. المقصود أنه في جميع الأحوال يعني هذه الكلمة الممرضات، انتبهوا لللفظ مالتي، الممرضات تلفظ تاء. هنا الكلمة مفردة، فمن لفظتها أو قرأتها يطلع عندي الصوت تاء الممرضات. وعندما تكون هذه الكلمة في جملة أيضا تكون تاء باللفظ أثناء درج الكلام. خلي نقول، خلي أكمل الجملة، الممرضات يسهرن يسهرن على سلامة المرضى. انتبهوا طلاب، في جميع الأحوال يعني هذه الكلمة من ألفظها مفردة يطلع عندي الصوت تاء، وأثناء الجملة أو في درج الكلام مثل ما مذكورة عندكم العبارة بالمنهج، في درج الكلام أيضا تكون تاء. الممرضات تاء، الممرضات يسهرن على سلامة المرضى، أيضا ظهرت عندي تاء. هذا المقصود أنها تلفظ تاء واضحة في جميع الأحوال. عندنا التاء الأخرى اللي هي التاء المربوطة، تاء تقع في آخر الكلمة، نفس الشيء التاء اللي قبلها، انتبهوا للاختلاف، وتلفظ في درج الكلام يعني أثناء الجملة مثل ما ذكرنا تاء واضحة. الاختلاف هنا راح يبين عن التاء اللي قبلها، تاء المربوطة، وتلفظ عند الوقف عليها هاء. هاي ركزوا عليها العبارة، يعني الاختلاف عندنا بالتاء اللي قبلها جميع الأحوال تلفظ تاء، التاء المربوطة تلفظ هاء عند الوقف عليها أو إذا كانت كلمة مفردة أو نهاية جملة، يعني ما يتوقف الكلام عندها تلفظ هاء، وفي أثناء الكلام أو درج الكلام راح تلفظ تاء. شلون يعني؟ هسه مثلا عندنا كلمة مدرسة، انتبهوا طلاب، مدرسة شنو تسمعون الصوت الأخير من اللفظ مالتي؟ إنه هي هاء. مدرسة، مدرسة، ها عند الوقف عليها تلفظ هاء، عند الوقف عليها تلفظ هاء. مدرسة، مدرسة، أو ذهبت، أو ذهبت إلى المدرسة، توقفت عليها تلفظها، لكن أثناء الكلام راح تكون تاء.
خلي أذكر لكم جملة تكملة. مثلا نفسها هي الكلمة مدرسة، هسا هي مدرسة بالها، راح أكمل الجملة. مدرسة العلماء، مدرسة العلماء، انتبهوا لللفظ، صار واضح انه هي تاء. مدرسة العلماء عظيمة بعطائهم، انتبهوا طلاب. قبل لا تدخل بالجملة ظهرت عندنا ها مدرسة، أثناء الكلام أو في جملة راح تلفظ تاء، مدرسة العلماء، مدرسة العلماء، واضح طلاب؟ هذا اللي نقصد بأنه عند الوقف عليها تلفظ ها، ولكن تكون تاء واضحة في درج الكلام. هاي العبارة، هذا اللي يخص التاء المربوطة، هذا الفرق بين التاء المربوطة والمبسوطة. عندنا بنفس الجملة أكو كلمة عظيمة، انتبهوا لللفظ، عظيمة، عظيمة، ها من أكمل الجملة يعني أثناء الكلام شن راح يطلع عندي؟ عظيمة بعطائهم، عظيمة شنو بين؟ إنه هي تاء أثناء الكلام، عظيمة بعطائهم. هذا هو الفرق بين التاء الطويلة أو المبسوطة والتاء المربوطة. التاء الطويلة نلفظها تاء في جميع الأحوال، يعني عند الوقف على الكلمة أو نلفظ كلمة واحدة راح تكون تاء، يعني يطلع عندنا الصوت تاء. أثناء الكلام أو أثناء الجملة راح تكون أيضا تاء. التاء المربوطة راح تلفظ هاء مفردة، يعني من نتوقف على الكلمة راح تكون هاء، وتلفظ تاء واضحة في أثناء درج الكلام. هذا خليتها داخل مربع عندنا باللون الأحمر حتى تميزوه. الآن نأخذ أمثلة تطبيقية حتى تتوضح عندكم أكثر. هنا عندنا التاء الطويلة بهاي الجهة، وهنا التاء المربوطة، وهذا الرسم مالتها أنا مخلي لكم إياها باللون الأحمر حتى تميزوا. هذا رسم التاء الطويلة وهذا رسم التاء المربوطة بشكلين، إما يكون نهاية الكلمة هاي أو إذا كانت منفصلة عن الكلمة أو إذا متصلة بالكلمة راح تكون بهذا الشكل الثاني، وهي واضحة لكن أنا لازم أذكرها لكم. المثال الأول حول التاء الطويلة، قلنا أنها تاء في جميع الأحوال. مثلا عندنا كلمة السكوت، انتبه لللفظ، انت ركز وياي على اللفظ اللي انا الكلمات اللي من الفظها. السكوت تلفظ تاء، اذا هذه تاء نقدر نحدد انه طويلة. انتظر شوفها اثناء الكلام شنو يصير، اذا بقت على نفس اللفظ اذا هي تاء طويلة، اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا ايضا لفظتها شنو؟ تاء. في الجملة لفظت تاء وعند الوقف عليها أيضا تاء، إذن هذه هي التاء الطويلة. السكوت إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، انتبهوا لللفظ، إذن هذه تاء طويلة. نأخذ مثال عن التاء المربوطة، أكو عندنا نفس الجملة من فضة. فضة هذه العبارة خل نأخذها، فضة شنو؟ هاء من ألفظها من فضة فالسكوت من ذهب، أثناء الكلام صارت تاء، إذن تاء راح تكون مربوطة. هذه الجملة تحتوي على نوعين من التاء. عندنا مثلا كلمة شجرة، واضح عندكم اللفظ، ركزوا لي على اللفظ، شجرة شنو يطلع؟ هاء. شجرة البرتقالي جميلة، شجرة ها، شجرة البرتقالي جميلة، شنو صار هنا؟ وحدها تلفظ ها شجرة. أثناء الجملة شجرة البرتقال شنو طلع؟ أصبحت تحولت إلى تاء. هاي اللي تتحول منها إلى تاء هاي عندنا التاء المربوطة. جميلة، جميلة شنو؟ ها.
جميلة في فصل الشتاء. انتبه من كملت الجملة، حاول كلمة جميلة. جميلة هاء تلفظ، خلي أكملها. جميلة في فصل الشتاء، شنو ظهرت عندنا؟ تاء. من ظهرت التاء إذن هذه تاء مربوطة. مثال حول التاء الطويلة، عندنا مثلا صوت. صوت عندنا تاء يلفظ أثناء الجملة. صوت البلبل جميل، أيضا ظهرت تاء. في الحالتين هي تاء مفردة عند الوقوف عليها، وأثناء الجملة أيضا تاء، إذن هذه هي التاء الطويلة. مثال حول التاء المربوطة، مكتبة. مكتبة شنو صوت هاء؟ مكتبة الأستاذ. مكتبة الأستاذ من هاء نون مفردة أو عند الوقف عليها تلفظ هاء، لفظناها مكتبة. من صارت بالجملة أو أثناء الكلام مكتبة الأستاذ، شنو صارت؟ تاء. فمنها إلى تاء، شنو هذه؟ التاء المربوطة. يعني مميزة. مميزة هاي الجملة كاملة. هسه مميزة أريد أوقف على هذه الكلمة. مميزة. مميزة الصوت هاء. مميزة. مميزة بالكتب مثلا، أي تكملة. مميزة بحجمها. مميزة بترتيبها، أي تكملة. من كملنا العبارة شنو طلعت عندنا؟ تاء. هذه مميزة هاء. مميزة بترتيبها صارت تاء، فمن تتحول منها إلى تاء إذن هذه تاء مربوطة. مثال الثالث حول التاء الطويلة اللي هو مثلا الصمت. الصمت تاء. الصمت لغة العظماء. الصمت تاء، ظهرت عندي تاء باللفظ توقفت عليها، إذن هنا تاء. خلينا نشوف بالجملة، الصمت لغة العظماء أيضا تاء. بما أنه تاء في الحالتين إذن هذه هي التاء الطويلة. انتبهوا في نفس الجملة عندنا لغة. لغة شنو عندنا الصوت؟ هاء. لغة العظماء منها تتحول إلى تاء بالجملة، هذه تاء مربوطة. لغة تاء مربوطة يعني تظهر عندنا هاء. لغة مفردة. لغة العظماء شو تحولت إلى تاء؟ منها إلى تاء، إذن هذه تاء مربوطة. عندنا المثال الأخير هي حول التاء المربوطة، بذرة. بذرة انتبه هاء، إذن هي هاء حاليا. ما دام بدايتها هاء انتبه، يعني هذه راح تصير تاء مربوطة، لأنها تشوف تتحول عندنا إلى تاء. إذا لفظت تاء مفردة تبقى تاء. بذرة انتبه هاء. أثناء الجملة بذرة الخير تثمر وإن تأخرت، منها ايش صارت عندنا؟ تاء. بما أنه تحولت أثناء الكلام أو في درج الكلام أو في وسط الجملة أو أثناء قراءة العبارة تحولت إلى تاء، إذن هذه تاء مربوطة. بذرة أصبحت بذرة الخير. بذرة الخير انتبه لللفظ. بذرة شنو الصوت؟ هاء. في الجملة ايش راح تصير؟ بذرة الخير ايش طلع الصوت؟ تاء. منها إلى تاء، إذن هذه هي التاء المربوطة. مثال أخير حول التاء الطويلة، الفعل هو أكلت. أكلت تاء. الصوت عندنا اللي ظهر تاء. في جملة أكلت الطعام أيضا بقت تاء، فمن تاء عند الوقف عليها وتاء في الجملة إذن تكتب تاء طويلة. هو هذا الدرسنا كله حتى تعرف شلون تكتب أو متى تكتب التاء
الطويلة والتاء المربوطة. أكو استنتاج طلاب، كون أنتوا استنتجتوا هذا الشيء قبل لا أذكره أني. الاستنتاج أنه الكلمة إذا عند الوقف عليها بدأت بتاء، فأتأكد أنه هي راح تبقى تاء. الكلمة اللي بدايتها هاء، فأتأكد أنه في وسط الجملة أو أثناء العبارة أو في درج الكلام راح تكون تاء، والدليل ما ذكرناه من أمثلة، وهاي الآن السبورة واضحة كلها أمامكم. إلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.